بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس العاشر. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، من أعظم البيوع المحرمة بيوع الربا، ولذلك ذكر المصنف باب الربا بعد ذكر البيوع المحرمة، لأنه أعظمها وأشدها وأخطرها. والربا في اللغة هو الزيادة، قال سبحانه وتعالى: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت يعني ارتفعت وزادت. قال: ومنه الربوة وهي المكان المرتفع، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة هي المكان المرتفع والزائد عن غيره، هذا هو الربا في اللغة. أما الربا في الشرع فهو زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة، ليست كل زيادة محرمة، بل إنما هي زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة، كما يأتي بيانها إن شاء الله. والربا حرام بالكتاب وبالسنة والإجماع، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذكر سبحانه وتعالى آيات في آخر سورة البقرة، ابتدأها بقوله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، إلى قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه الآيات من آخر ما نزل من القرآن، أو هي آخر ما نزل من القرآن. وفي سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، اتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا النار التي أعدت للكافرين. في سورة الروم قل تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الربا ذكر الصدقات، فما الحكمة في ذلك؟ في سورة البقرة بدأ بذكر الصدقات ثم بعدها ذكر الربا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، إلى آخر الآيات في مدح المتصدقين والثناء عليهم ووعدهم بالأجر، ثم بعدها ذكر آيات الربا والوعيد عليه. كذلك في سورة آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ثم ذكر سبحانه وتعالى ما أعده للمحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفقون، هذا بعد ذكر الربا. في سورة الروم
وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فما الحكمة في ذكر الصدقة ثم ذكر الربا أو العكس؟ حكمة والله أعلم المقارنة بين حالة المتصدق وحالة المرابي. المتصدق محسن، وأما المرابي فهو ظالم، لأن المتصدق يعطي ويبذل وينفع، أما المرابي فإنه ظالم، يأخذ ولا يعطي، يأخذ ولا يعطي، فهو ظالم ومؤذٍ للناس ويضايق الناس في أكل أموالهم بغير حق. فهذا من باب المقارنة بين أهل الإيمان والإحسان وأهل الظلم والطغيان والجور، من أجل أن يعتبر الناس ويذكر جزاء المرابين وجزاء المحسنين، ويذكر الفرق بين الربا والصدقة، أن الصدقة تنمي المال، تنمي المال وتزكيه وتطهره وتزيده، أما الربا فإنه يمحق المال، يمحق بركته ويعرضه للتلف والخسارة والنكسات والفوادح والإفلاس. فكثيرا ما يفلس المرابون، وإن لم يفلسوا وبقيت أموالهم فإنهم لا ينتفعون بها، لا ينتفع لأنها ممحوقة البركة، لا ينتفعون بها وإنما يعذبون بها، خلاف المتصدقين فإنهم ينتفعون، تنزل عليهم البركات والإحسان من الله سبحانه وتعالى، ويدعو لهم الناس ويثنون عليهم. أما المرابون فإنهم ينزل عليهم الغضب من الله سبحانه وتعالى والمقت، ويذمهم الناس ويدعون عليهم لظلمهم وعدوانهم. وأما السنة فأحاديث كثيرة جاءت في بيان الربا والوعيد عليه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. هذا دعاء باللعنة من الله سبحانه وتعالى على من أكل الربا أو أعان على أكله بشهادة أو كتابة، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. جاءت أحاديث كثيرة في الوعيد على المرابي، وأن الدرهم الواحد من الربا أشد من 36 زنية، وبيان ما على المرابي من الوعيد الشديد، حديث كثيرة، وأن الربا 72 حوبا، أي بابا من الإثم، أعظمها أي أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، هذا وعيد شديد، أيسرها يعني أخفها، ما أشدها الله أعلم به. وأجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، الربا مجمع على تحريمه، لا أحد يقول بإباحة الربا من المسلمين. فمن استحله، من استحل الربا فإنه كافر، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الذي يقول إن الربا حلال وأنه مصدر اقتصادي لا بأس به، وأنه لا يقوم اقتصاد الأمم إلا بالربا، هذا مرتد عن دين الإسلام. إن كان مسلماً ويقول هذه المقالة فإنه مرتد، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما المسائل المختلف فيها هل هي ربا أو ليست ربا، فالذي يستحلها ليس بكافر، لا يكفر نظراً للخلاف فيها، ولكن يخطأ، فقال أنت مخطي وأنت آثم على ذلك، لكنه لا يكفر نظرا للخلاف في بعض المسائل. أما الذي يجحد تحريم الربا عموما ويقول لا ربا محرم أبدا فهذا يكفر.
أما الذي يخالف في بعض المسائل التي هي محل خلاف بين العلماء، هل هي يجري فيها الربا أو لا يجري، فهذا لا يكفر ولكنه يخطأ. أما الذي يأكل الربا ولا يستبيحه، يعترف أنه حرام، يأكله ولكنه يعرف أنه حرام ويقر أنه حرام، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يفسق، يحكم بفسقه وجرح عدالته، وهو معرض للوعيد الشديد إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يكفر لأنه من أصحاب الكبائر كالزاني والسارق وشارب الخمر، أصحاب الكبائر لا يكفرون إنما يفسقون ما لم يستبيحوها، إذا استباحوها صاروا كفارا. هذا هو الإجمال في بيان الربا وحكم من استحله وحكم من أكله ولم يستحله وحكم من استحل شيئا مختلفا فيه منه، هل هو ربا أو ليس بربا، لا بد من هذا التفصيل. نعم. باب الربا وهو في اللغة الزيادة. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، يعني الأرض، ومعنى ربت يعني زادت، لأن الأرض إذا نزل عليها المطر فإنها تزيد، بمعنى أن النبات يظهر فيها ويرتفع فيها، فتكون هذه زيادة على ظهر الأرض. نعم، ربت يعني زادت، خلاف ما إذا كانت مجدبة فإنها تهبط، تخشع، خاشعة يعني هابطة. نعم. وقال سبحانه وتعالى: أن تكون أمة هي أربع الأمة، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة. ينهى الله المسلمين عن نقض الأيمان التي أبرموها مع الكفار، ينهى الله عن نقض العهود، نقض العهود التي أبرموها مع الكفار، ما دام الكفار ملتزمين بهذه العهود ولم تظهر منهم خيانة، فلا يجوز للمسلمين أن ينقضوا عهدهم حتى يتم وعده ويتم أجله. فإذا عاهد المسلمون دولة من الدول وهذه الدولة وفت بالعهد ولم تنقضه، لا يجوز للمسلمين أن ينقضوا عهدهم معه، نظرا لأن هناك دولة أقوى من هذه الدولة، فينقضون عهدهم مع الدولة الضعيفة ويعاهدون الدولة القوية أن تكون أمة هي أربع، يعني أقوى من أمة وأزيد من أمة، بل يوفون بالعهد إلى تمام أجله. وهذا من محاسن الإسلام أنه يأمر بوفاء العهود حتى مع الكفار ومع الأعداء. نعم. وقال سبحانه وتعالى: أن تكون أمة هي أربع من أمة، أي أكثر عددا. نعم. ويقال: أرضى فلان على فلان إذا زاد عليه. فهو في الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة، في أشياء مخصوصة بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الأصناف الستة: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة. هذه الأصناف الستة، ويلحق بها كل ما وافقها في العلة، كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها فإنه يأخذ حكمها. هذه الأشياء المخصوصة، الأصناف الستة، وما ألحق بها مما يشاركها في علة الربا. نعم. وهو محرم لقوله سبحانه: وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، قاسوا
قاسوا البيع على الربا في الإباحة، وهذا قياس باطل، لأن الربا حرام والبيع حلال، فلا يقاس الحرام على الحلال، وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا قياس فاسد باطل، مثل قياس إبليس لما أمره الله بالسجود قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا قياس باطل، اعتبر أن النار خير من الطين، والصواب العكس، أن الطين خير من النار، لأن الطين ينبت وفيه خير بركة، خلاف النار فإنها محرقة ولا خير فيها تتلف، أما الطين فإنه يغذي وينبت وينفع. نعم، فهو قاس نفسه على أصله، وقاس آدم على أصله وهو التراب، واعتبر أن النار خير من الطين، هذا باطل، مثل قياس الكفار الربا على البيع، مع أنه قياس باطل، فرق بينهما، الربا معاملة مباحة، البيع معاملة مباحة لأن فيها منافع، تبادل منافع، وليس فيها أكل للمال بالباطل، وفيها تعاون، خلاف الربا فإنه ظلم وعدوان وأكل لأموال الناس بالباطل بغير نفع يحصل للفقراء والمحتاجين، فهو قياس باطل. نعم، وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، هذا من الأحاديث الدالة على تحريم الربا، وأنه من السبع الموبقات، سبع الكبائر، يعني الموبقات يعني المهلكات. نعم، قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. الكبائر كثيرة، ولكن أعظمها وأشدها هذه السبع، أعظمها الشرك بالله عز وجل، هذا أعظم الكبائر، وهو الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة، ثم الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، تولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشاهد من الحديث قوله: وأكل الربا، عده من السبع الموبقات يعني المهلكات. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. واللعن لا يكون إلا على ذنب عظيم كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، فدل على شدة تحريم الربا، وأن المتعامل بالربا والمعين عليه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، متفق عليهما. الآكل هو الذي يأخذ الربا، سواء أكله أو لم يأكله، أكله أو لبسه أو شربه أو بنى به بيوتا أو اشترى به سيارات أو ادخره عنده، فالمراد بأكل الربا أخذه سواء، وإنما عبر بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، وإلا فكل وجوه الانتفاع بالربا محرم، وحتى لو لم ينتفع به، لو ادخره وكنزه فإنه ملعون، ولكن ذكر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، ولأن أكل الربا يغذي الجسم بالحرام والعياذ بالله، وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به كما في الحديث، فأشد الاستعمالات هو الأكل، أشد استعمالات الربا هو الأكل والتغذي به. وكذلك من أعان عليه وهو موكل الربا دافع مأخوذ منه، كيف يلعن؟ نعم، يلعن لأنه أعان على أكل الربا، ولولاه ما حصل الربا، ولأنه رضي بهذا الشيء،
ثم الكاتب والشاهدين، الكاتب الذي يكتب العقد، الشهود الذين يشهدون على عقد الربا كلهم ملعونون لأنهم تعاونوا مع آكله، تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. وإجماع الأمة على أن الربا محرم، لا إشكال في هذا، إجماع الأمة إجماع قطعي، إجماع الأمة على تحريم الربا إجماع قطعي، لا أحد من المسلمين يقول إن الربا حلال. نعم قد يختلفون في بعض المسائل التي فيها محل نظر هل هي ربا أو ليست ربا، أما الربا عموما فلا أحد من المسلمين يقول إنه حلال. نعم. والأعيان المنصوصة على الربا فيها ستة وهي الأعيان، يعني الأصناف التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم على جريان الربا فيها ستة، ويلحق بها كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها كما يأتي. نعم. وهي في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، يعني متساوي في الوزن، لا يزيد بعضها على بعض. نعم. ريال بريال، جنيه بجنيه، مثله في الوزن ما يزيد ولا ينقص. نعم. والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، مثلا بمثل، ومن زاد أو ازداد فقد أرضى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. رواه مسلم. إذا اتحد الجنس والعلة حرم شيئان: الزيادة والتأجيل، حرم شيئان الزيادة والتأجيل إذا اتحد الجنس والعلة، مثل بر ببر، شعير بشعير، ذهب بذهب، فضة بفضة، فهنا يحرم شيئان: التأجيل لابد من الحلول والتقابض، وكذلك الزيادة كلها حرام. مثلا بمثل يدا بيد، قوله مثلا بمثل يعني هذا التساوي، ويدا بيد يعني تقابض في المجلس غير تأجيل. أما إذا اختلف الجنس جاز شيء وحرم شيء، جاز التفاضل وحرم التأجيل. إذا بيع البر بالشعير جاز التفاضل، أن تأخذ صاعين شعير بصاع بر يجوز التفاضل، لكن لابد من الحلول والتقابض في المجلس، لا يجوز التفرق وبينهما شيء. إذا بيع الذهب بالفضة جاز التفاضل، تبيع جنيه من الذهب بخمسين ريال فضة لا بأس، أو مثقال من الذهب بمثقالين أو ثلاثة مثاقيل من الفضة لا بأس، لكن لابد من التقابض في المجلس. هذا معنى قوله: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني بزيادة. إذا كان يدا بيد يعني بشرط التقابض في المجلس. نعم. مسألة: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو مغزون بجنسه إلا مثل بمثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثل بمثل. رواه مسلم. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو مغزون بجنسه إلا مثل بمثل، كالبر بالبر، والشعير بالشعير، والذرة بالذرة، والدخن بالدخن، لا بد من التساوي في المكيال ولا بد من التقابض في المجلس. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثل بمثل. رواه مسلم من حديث معمر بن عبد الله. والمماثلة المعتبرة في الشرع هي المماثلة في الكيل والوزن، المعيار الشرعي الذي هو الكيل أو الوزن، كن متساويا في الكيل إن كان مما يكال، وفي الوزن إن كان مما يوزن. الذهب والفضة لا يوزن، أما البر والشعير والتمر هذا يكال. نعم. فالمماثلة المعتبرة في الشرع هي المماثلة في الكيل والوزن. نعم. فدل على أنه لا يحكم إلا في مطعوم يكال أو يوزن، ولا يحكم فيما لا يطعم كالأشنان والحديد. الإشنان. كالإشنان.
ولا فيما لا يكاد كالبطيخ والرمان. نعم. وهي إحدى الروايات في علة الربا عن أحمد رحمه الله. المذهب في عند الحنابلة أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن. عند الحنابلة والحنفية العلة في الذهب والفضة هي الوزن، والعلة في البر والشعير والتمر والملح هي الكيل، فكل ما يوزن أو يكال فإنه يدخله الربا من بقية الأشياء لمشاركته في العلة لما نص عليه. هذا من باب القياس. نعم. ولا يحرم فيما لا يطعم كالإشلال والحديد، ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان. وهي إحدى الروايات في علة الربا عن أحمد رحمه الله. الأشياء التي تؤكل لكنها لا تكال مثل الخضروات، لا تكال ولا توزن مثل الخضروات، هذه لا يدخلها الربا. يجوز أن تبيع حبة البطيخ بثلاث حبات أو حبتين لأنها لا تكال ولا توزن، وإن كانت تؤكل وتطعم فإنها لا يدخلها الربا. وكذلك ما يكال ولكنه لا يطعم مثل الإشنان. الإشنان يكال، الإشنان هو نوع من الشجر، نوع من الشجر يبس ثم يدق ويستعمل للتنظيف، تنظيف الثياب والأيدي مثل الصابون، يحل محل الصابون. وكانوا في الأول ما يعرفون الصابون، يستعملون الإشنان، الإشنان والسدر ينظف، تنظف الثياب والأواني وكل شيء، ما يعرفون الصابون من أول. نعم. فهذه الأشياء وإن كانت تكال إلا أنها غير مطعومة فلا يدخلها الربا. يعني لابد من اجتماع شيئين، الطعمية والكيل، الطعمية والكيل. نعم. إيه مع الطعمية. يعني إيه نعم، مكيل أو يعني مكيل مع مطعوم أو موزون مطعوم. إيه نعم. أصله ما هو بالوزن، أصله ما هو بالوزن، أصله بالعدد، أصله بالعدد. نعم. وهي إحدى الروايات في علة الربا عن أحمد رحمه الله، فعلى هذه تكون علة الربا في الذهب والفضة الثمنية، لأنها وصف شرف فيصبح التعليل بها في الطعام. الذهب والفضة قيل إن العلة فيهما الوزن، العلة فيهما الوزن كونهما موزونين، وقيل لا ليست العلة الوزن، العلة هي الثمنية كونهما أثمانا للسلع والأشياء، يعني قيم للأشياء، قيم للأشياء. فعلى هذا يشاركها في العلة الأوراق النقدية المستعملة الآن، يدخلها الربا لأنها صارت أقياما للأشياء مثل الذهب والفضة، العلة الثمنية، فكل ما جعل ثمنا للأشياء فإنه يدخله الربا، سواء كان ذهبا أو فضة أو حديدا أو أوراقا أو غير ذلك. وهذا هو القول الصحيح، أن العلة الثمنية، العلة في الذهب والفضة الثمنية، فيشاركها كل ما جعل أثمانا وقيما للأشياء مثل الأوراق النقدية. الآن ما يستعمل الذهب والفضة في البيع والشراء، يستعمل الأوراق النقدية، فهي تحل محل الذهب والفضة في كونها صارت أثمانا وقيما للأشياء، يدخلها الربا. نعم. والرواية الأخرى أن العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس، وأن الوزن الوزن نعم، وفي غيرهما الكيل والجنس، لما روي عن عمار رضي الله عنه أنه قال: العبد خير من العبدين، والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس، إن نذبها في النسر إلا ما كيل أو وزن. نعم. وروى الإمام أحمد في المسند. الجمهور، جمهور أهل العلم أو جماهير أهل العلم اتفقوا على أن ما شارك الأصناف الستة المنصوص عليها
ما شاركها في العلة يلحق بها في جريان الربا فيه، لكنهم اختلفوا في تحديد العلة. منهم من يقول العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي البقية الأصناف الكيل، فعلى هذا كل ما يكال أو يوزن يدخله الربا، وهذا هو مذهب الحنفية والرواية المعروفة عند الحنابلة في متن الزاد وغيره. والقول الثاني أن العلة في البر والشعير والتمر والملح شيئان، الكيل مع الطعمية، يعني كونها تطعم، مطعومة مأكولة، هذه الرواية الثانية في مذهب أحمد، وهي اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، أن العلة هي الطعمية مع الكيل. وأما العلة في الذهب والفضة فهي الثمنية كما سمعتم، هذا القول الثاني وهو الصحيح. الصحيح أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية للوزن، ثمنية، من أجل أن يشاركها كل ما جعل نقودا، كل ما جعل نقود باختلاف الأزمان فإنه يدخله الربا مثل ما دخل الذهب والفضة، بجامع أن كل منهما نقود. نعم. قال الإمام أحمد في مسند عن أبي شبان عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الربا، وهو الربا الرما بالميم، فإني أخاف عليكم الربا يقال الرما ويقال الربا بمعنى واحد. نعم. فإني أخاف عليكم الربا وهو الربا. نعم. قام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأحراس والنجيبة بالإبل؟ فقال: لا بأس إن كان يدا بيد. الصحيح أن الحيوانات لا يدخلها الربا، فيجوز أن يباع العبد بالعبدين والثلاثة، ويباع البعير بالبعيرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض على إبل الصدقة البعير بالبعيرين إلى أجل، فالحيوانات لا يدخلها الربا، لكن اللحم يدخله الربا لأنه مطعوم، فلا يجوز أن يباع مثلا كيلو من اللحم بكيلوين من لحم آخر لأنه مطعوم، كله الربا. نعم. ولأن قضية البيع المساواة والمؤثر في تحققها الكيل والوزن والجنس، فإن الكيل يسوي بينهما صورة والجنس يسوي بينهما معنى، فكان علة. نعم. وجد زيادة في الكيل المحرمة دون الزيادة في الطعم بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة، فإنه جائز إذا تساويا في الكيل، ولو كانت العلة في الطعم فجرى الربا في الماء لكونه مطعوما. قال الله تعالى: المراد بالطعم ما يقتات، ما هو كل ما يطعم اقتياتا، ما يطعم اقتياتا به، يعني اتخذ قوت. أما الذي يطعم من أجل التفكه مثل الفواكه هذه لا يدخلها الربا لأنها ليست أقواتا تدخر. نعم. ولو كانت العلة في الطعم أجرى الربا في الماء لكونه مطعوما. قال الله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني. الربا الماء مطعوم لكنه غير مقتات، ليس قوتا. نعم. والرواية الثالثة أن العلة فيما عدا الأثمان كونه مأكول الجنس فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها. هذا مذهب الشافعي، أن العلة في البر والشعير والتمر والملح هي الطعمية، كونه مطعوما، مذهب الشافعي العلة كونه مطعوما، مطعوم جنس. ولكن الراجح والله أعلم هو أن العلة في البر والشعير والتمر والملح مجموع الأمرين، كونه مكيل وكونه مطعوم، وصفان لا بد من الوصفين، كونه مطعوم جنس ومكيل جنس. نعم. الرواية الثالثة أن العلة فيما عدا الأثمان كونه مأكول الجنس، هذا مذهب الشافعي. نعم. فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها، والعلة في الذهب والفضة الثمنية،
وهو مذهب الشافعي. نعم. فيختص الذهب والفضة، ودليل حديث معمر وقد سبق، ولأن الطعم وصف شرف به قوام البدن. قوام البدن. به قوام الأبدان، والثمانية وصف شرف بها قوام الأموال، فيقتضي التعليل بهما، ولأنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن لما جاز إسلامهما في الموزونات، لأن أحد وصفي علة رضا الفضل. على كل حال، العلة الصحيحة التي هي الراجحة أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، فيشاركها كل ما جعل نقودا من أي مادة كان. والعلة في البر والشعير والتمر والملح الطعمية مع الكيل، يعني مجموع الوصفين، طعمية مع الكيل أو الوزن، مجموع الوصفين، هذا هو الصحيح الذي اختاره الشيخ تقي الدين، وهو الذي تنضبط به العلة. على أن الظاهرية يقولون أن الربا مقصور على المنصوص عليه فقط، الأصناف الستة فقط، وما عداها لا يدخله الربا. يقولون الربا إنما يجري في الأصناف المنصوص عليها، لأنهم لا يقولون بالقياس، الظاهرية لا يقولون بالقياس، يقتصرون على النص فقط، خلاف جماهير أهل العلم فإنهم يقولون بالقياس. وهذا كما قلت لكم، إن من استباح شيئا من الربا مختلفا فيه هل هو ربا أو ليس بربا لا يكفر نظرا للخلاف، والمسألة اجتهادية فلا يكفر. أما الذي يخالف في تحريم ربا مجمعا على أنه ربا، كربا النسيئة وهو ربا الجاهلية، فهذا يكفر. أو يخالف في تحريم الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يكفر بلا شك. أما المسائل الخلافية هذا يخطأ ويرد عليه قوله ويبين فساد قوله، لكنه لا يكفر. نعم. إذا ثبت هذا، فعلى الرواية الأولى متى اجتمع الطعم والجنس والكيل والوزن حرم الربا رواية واحدة. نعم. وما وجد فيه أحد الوصفين الطعم والكيل أو الوزن واتحد جنسه ففيه روايتان، واختلاف بين أهل العلم الإشنان والحديد والرصاص والبطيخ والرمان. الإشنان هذا يكال لكنه غير مطعوم، يعني فيه وصف واحد، هذا محل خلاف. الحديد موزون، الحديد موزون لكنه غير مطعوم، هذا محل خلاف. من قال إنه يكفي وصف واحد عده من الربا، ومن قال لابد من وصفين فإنه لا يدخله الربا، لا يدخل الربا في الحديد. نعم. ولا فرق في المأكولات بين ما يؤكل قوتا أو تفكها كالفواكه أو تداويا كالإبريق. ولا فرق في المأكولات بين ما يؤكل قوتا أو تفكها كالفواكه أو تداويا كالإهليلج نوع من الدواء. نعم. فإن كل واحد في باب الربا، والله أعلم. مسألة، ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا، يعني ما كان معياره الكيل فلا يحول إلى الوزن، وما كان معياره الوزن فلا يحول إلى الكيل، بل يعتبر معياره الأصلي. فالبر والشعير والأرز وهذه لا تعتبر بالوزن، وإنما تعتبر بالكيل لأنها مكيلات، هذا الأصل فيها. نعم. ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا، لأنه لا يتم إذا حول المعيار فإنه لا يتم التساوي، لا يتم التساوي، إذا بيع المكيل بالوزن لا يتحقق التساوي، لأن الوزن يختلف عن الكيل، والموزون كذلك لا يحول إلى مكيل، لأنه إذا حول إلى مكيل لا يتحقق التساوي فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فلا يتحقق التساوي إلا بالمعيار. وقد
بالمعيار الأصلي. نعم. فقد سبق أن قضية البيع المساواة المرئية في الشرع هي المساواة في المكيل فإذا بالموزون وزنا، فإذا تحققت المساواة لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا. نعم. فإذا تحققت المساواة في ذلك لم يضر اختلافها فيما سواه، وإلا الجودة والرداءة صاع جيد بصاع ردي ما يضر، الاختلاف في الصفة ما يضر، ما دام تساوى المكيال تساوى المعيار الاختلاف في الصفة لا يضر، هذا جيد وهذا ردي ما يضر. نعم. هذا قديم وهذا جديد ما يضر. نعم. وإن لم توجد المساواة في ذلك لم يصح البيع، إن لم توجد المساواة في الكيل أو الوزن لم يصح البيع لأنه صار ربا. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، رواه نفعه في حديث عبادة، فدل على أن الموزون يباع وزنا والمكيل يباع كيلا. نعم. ولأبي داود ولفظه: البر بالبر مدا بمد، والشعير بالشعير مدا بمد، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. نعم. أمر بالمساواة في الموزونات المذكورة في الوزن، وأمر بالمساواة في المكيلات في الكيل، ولأن حقيقة الفضل مبطلة للبيع والمساواة مشترطة، فيجب العلم لوجود الشرط، فلا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا، لأن تماثلهما في الكيل شرط، فمتى باع رطلا خفيفا منه برطل ثقيل حصل في كفة الخفيف أكثر مما في كفة الثقيل، وربما حصل في رطل حنطة ثقيلة ثلثا مد، ويحصل في رطل الخفيفة مد. هذا الوزن، يعني إذا حولنا الكيل إلى وزن ما يتحقق التساوي، لأن الوزن يعتبر الخفة والثقل، فالثقيل يكون قليلا والخفيف يكون كثيرا، فلا يتساوى الجنس بجنسه، بخلاف الكيل، الكيل لا يعتبر الثقل والخفة، يعتبر امتلاء المكيال سواء كان خفيفا أو ثقيلا، بهذا يتحقق التساوي. نعم. فيكون التساوي المشترك، ولا يجوز بيع الموزون بالموزون كيلا لإفضائه إلى التفاضل على مثل ما ذكرنا في الكيل. نعم. مسألة. شنو وقفت عليه؟ اختلف الجنسان يجوز التفاضل. يجوز التفاضل ويباع كيل أو وزن أو خرص، لا بأس بذلك، لأن التفاضل جائزا في اختلاف الجنس، مثل الشعير بالبر، التمر بالبر، الذهب بالفضة، اختلف الجنس يجوز التفاضل، ولكن لابد من التقابض في المجلس. نعم. الهليلج يقول المطعوم سواء كان يطعم للقوت أو يطعم للتفكه كله يدخله الربا، مثل الفواكه تطعم للتفكه لا للقوت، البر يطعم لكن للقوت، يقول لا فرق بينهما كله يدخله الربا، هذا معنى. نعم. هذا خلاف الراجح. نعم. الشيخ رحمه الله: هل يجوز بيع التمر من نوع الخلاص بتمر من النوع السكري إذا كان كيل واحد في كليهما؟ لابد من التساوي، التمر لابد من التساوي فيه ولو اختلف الجنس، سكري بخلاص الله أجود من بعض، لكن من أراد أن يبيع الجيد، من أراد أن يبيع الردي ويحصل على الجيد، فكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الردي بنقود ثم يشتري بالنقود من الجيد، هذا الطريقة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء عليه الصلاة والسلام بتمر جيد فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، إننا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. قال: أوه عين الربا، لا تفعلوا، بيعوا الجنيب
بيعوا الجمع بالدراهم، الجمع هو الردي، بيعوه بالدراهم ثم اشتروا بالدراهم جنيبا وهو الجيد. نعم. فإذا عندك تمر ردي تبي تمر جيد، فلا يجوز أنك تأخذ 5 كيلو من الجيد ب10 كيلو من الردي، ما يجوز هذا، يعني كله تمر، ولكن تبيع الردي بدراهم وتشتري بالدراهم من الجيد. هذه الطريقة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الخروج من الربا. كذلك إذا كان عندك ذهب من عيار ردي وتبي ذهب من عيار جيد، فلا يجوز أنك تأخذ العيار الردي بالعيار الجيد متفاضلا، بل تبيع العيار الردي بدراهم ثم تشتري بالدراهم من الذهب الجيد من العيار الجيد. نعم. ها؟ التمر بالكيل، الأصل أنه بالكيل، مكيل، نعم، صاع تمر. نعم. ما هي المكاييل والموازين الشرعية مع ضرب أمثلة البلاد؟ ها؟ ما هي المكاييل والموازين الشرعية مع ضرب أمثلة البلاد؟ الفقهاء يقولون يرد الكيل والوزن إلى مكيال مكة وميزان المدينة، ما كان في عرف أهل مكة وقت نزول الوحي مكيلا فإنه يبقى على أنه مكيل، وما كان يعتبر موزونا في عرفهم فإنه يبقى موزونا. هذا مرد الكيل والوزن إلى عرف أهل مكة والمدينة في وقت نزول الوحي، فما اعتبروه مكيلا يعتبر مكيلا دائما، ما اعتبروه موزونا في ذاك الوقت يعتبر موزونا دائما. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص طلب من آخر أن يصرف له مبلغ 50 ريال سعودية. نعم. شخص طلب من آخر أن يصرف له مبلغ 50 ريال سعودية، إما عشرات أو ريالات سعودية يسمى بفك 50، فأعطاه الصارف 40 ريالا فقال الباقي وهو 10 ريالات أعطيكها لاحقا لأنه لا يوجد عندي صرف حالية فلك بذلك. هذا لا يجوز. إذا أعطاه 50 أو 100 أو 500 وقال اصرفها لي، فلا يجوز أن يتفرق وبينهما شيء، لازم يحضر له الصرف كله، يسلم هذا 50 أو 500 أو 100 ويستلم صرفها كاملا في المجلس. أما أن يقول دوك البعض وبقية تجيني لما بعد، هذا حرام لأنه ربا نسيئة. نعم. إذا كان ما عنده يروح لغيره، إذا كان ما عنده صرف كامل يروح لغيره، دكاكين كثيرة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يباع شعير من نوعية ممتازة بشعير أقل منه جودة مع اختلاف الوزن إذا تراضى الطرفان؟ لا يجوز هذا. قلنا أنه لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد نظرا للجودة والرداءة أبدا، وإنما الطريقة أن يباع الردي بدراهم ويشترى بالدراهم شيء من الجيد. أما أن تدفع كمية كبيرة من الردي وتأخذ كمية قليلة من الجيد من جنس واحد، هذا ربا، هذا هو الربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيع 20 ريالا ورق ب10 ريال معدن أو 10 في 9؟ لا يجوز هذا، لأن الريال السعودي جنس واحد، الريال السعودي جنس واحد، سواء كان من الورق أو من المعدن، كان من الورق أو من المعدن، هو ريال سعودي جنس واحد، لابد من التساوي فيه. وهذه مسألة حصل فيها لخبطة، لأن بعض المشايخ أفتى بالجواز، خصوصا عند الهاتف، عند الهاتف بعض المشايخ تسرعوا وأفتوا بالجواز، واللجنة الدائمة أفتت بالتحريم، والصواب مع اللجنة الدائمة، لأن هذا ريال سعودي واحد، ولا عبرة بكونه من ورق أو كونه من النيكل، لأنه لا قيمة لهذا الورق ولا قيمة لهذا النيكل، إنما القيمة بالنقدية التي اعتبرتها الدولة، فهو جنس واحد. نعم. نعم. أي نعم. ما اختلف الجنس، اللي يقول اختلف
إيه؟ لا، الجنس عملت كل دولة جنس، عملت السعودية جنس، وعملت الكويت جنس آخر، عملت أمريكا جنس آخر. فإذا بعت دولار بريالات سعودية جاز التفاضل لاختلاف الجنس، لأن يعني هذا دولار دولته مختلفة عن دولة الريال، هو جنس جنس مختلف. أما ريالات سعودية أم 50 وأم 100 وأم ريال، والريال من النيكل أو من الورق، هذا جنس واحد، هذا جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل، لأنه إصدار دولة واحدة سمته ريالا سعوديا. ما يجوز التفاضل في الذهب، لأنه منصوص عليه في الحديث، ذهب بالذهب مثلا بمثل، منصوص عليه في الحديث، ما نقدر نتجاوز الحديث. ما حل هي نقود مستقلة، ما هي بديل عن الذهب والفضة، نقود مستقلة ثمنية. إذا قلنا العلة الثمنية فهي نقود مستقلة ليست بديلا عن الذهب والفضة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتج من يبيع 10 في 9 بأنه يذهب في إحضار هذه العملة المعدنية، تكون هذه الزيادة إقامة تعبه. ما يجوز الربا ويقال هذا مقابل تعبي، الربا ما يصير مقابل تعب، حرام، ما يجوز هذا. اللي يصرف لازم يتمشى على قواعد الشرع، إذا صار يبي تعب يروح الحرفة ثانية غير هذه الحرفة ذي. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بيع للعملة نشتري جنيه ريال. الظاهر أن الآن ظهر للتلفون ظهر لها حيلة جديدة، وهي البطاقة هذه، يعطونك دفتر فيها أوراق تكلم بهالأوراق لما تنفد، هذا طيب إذا استعمل يكون طيب ويخرج الناس من هذه الورقة. نعم، دفتر فيه جملة أوراق، كل مرة تدخل الورقة ويكلم حتى تنفد، ينفد هذا الدفتر اللي معك، تروح تشتري ثاني من المؤسسة. نعم. ها؟ أي نعم. لا، ما يجوز ياخذ عمولة، لا هو حكم الصرف، لكن تشتري إذا بغيت تحول عملة تشتريها من هنا وتحولها، إذا أخذ عليها عمولة فهو ما دفع لك بديل، ما صرف لك، يعني لا جبت له النقود. لاحظ، إذا جبت له النقود وقلت له حولها يجوز ياخذ عليها عمولة لأنه ما أخذ لها، لكن إذا قلت له هذه دراهم سعودية أبي بدالها دولارات في أمريكا، هذا صرف ما يجوز، لازم من التقابض في المجلس. نعم. يعني ستسلم الدراهم هنا والدولارات ما تسلم إلا في بلد آخر، هذا ربا، ربا نسيئة، ما يجوز. إيه، لازم يأخذون العملة البديلة التي اشتروها يأخذونها من هنا ويحولونها، ما يخالف، وإذا أخذ عليها عمولة ما يخالف لأنه أخذ أجرة على حملها، لكن كونه يأخذ منك دراهم ويعطيك دولارات في بلد آخر ويأخذ عمولة هذا ما يجوز، هذا ربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بيع للعملة نشتري جنيه بريال، فيكتب المشتري بالبنك شيك لكي يصرفه في بلاده، هل يكون الشيك مقابضة؟ لا، الشيك لا يكون قبضا، لأنه لو ضاع رجعت عليهم، لو كان قبض ثم ترجع عليهم إذا ضاع الشيك، لأن قبضت حقك، وما هو قبض، إنما هو سند، إنما هو سند، وإذا ضاع ترجع عليهم يصرفون لك حقك، دل على أنك ما قبضت حقك من عندهم، وإنما أعطوك هذا الشيك سندا، وضاع منك حقك عندهم لا يضيع، لو كنت قبضته قالوا لا أنت أخذت حقك ما لك عندنا شيء. نعم. ها؟ معلته يقولون إنه يقوم مقام القبض، الشيك المصدق يقوم مقام القبض، ولكنه صحيح ما يقوم مقام القبض، بدليل ما ذكرته لكم أنه لو ضاع حتى ولو هو مصدق إذا ضاع أو تلف ترجع عليهم وتأخذ حقك، فلو كنت قبضت حقك بهذا الشيك ما رجعت عليهم ولا صار لك عليهم كلام.
نعم. لا ما هي بالإجماع، ما هي بالإجماع، بالأغلبية، الأغلبية والحاضرين قلة بعد، ما هو بكل الأعضاء، فيه أعضاء ما أحضروا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقك الله، ذكرت عقوبة الربا أخروية، فلما لم تكن له عقوبة دنيوية لإقامة التحدي على آكلة قياس على الزنا والسحر وغيرها من الكبائر. الحدود لا تثبت بالقياس، حدود لا تثبت بالقياس، أن الحدود توقيفية. الربا لم يذكر الله عليه حد في الدنيا، لكن يعزر. الجرائم التي ليس فيها حدود منصوصة فيها تعزير، يعزر عليها. أما إثبات الحد بالقياس هذا لا يقول به أحد. نعم. يكفي ما عليه من الوعيد في الآخرة، ويكفي ما يصيبه في الدنيا من النكسات والنكبات والذلة. تجدون المرابي من أذل الناس أبغض الناس عند الناس، تجدونه محتقرا، هذا يكفيه. تجدون المتصدق والمحسن تجدونه محبوبا عند الناس وله ذكر حسن، وله فرق بين المتصدق والمرابي. نعم، هذه عقوبة دنيوية. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، من تقول إذا بعت كيلو لحم ربيع بكيلوين لحم جيد؟ لا يجوز هذا ربا، لأن اللحم موزون ومطعوم، موزون ومطعوم متحققة فيه العلة والجنسية، جنس واحد كله لحم. نعم. وإن اختلف نوع الحيوان كله لحم، مثل ما إذا اختلفت أنواع التمور لا يجوز التفاضل، أو اختلفت أنواع الحبوب لا يجوز التفاضل، لأنه جنس واحد. الجنس ما يشمل أنواعا، هذا الجنس، الجنس ما يشمل أنواعا. نعم. ومثلا التمر جنس، هذا لفظة التمر هذا جنس، يدخل تحته أنواع من التمور لا يعلمها إلا الله، كلها جنس واحد لا يجوز التفاضل فيها. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، أرجو أن توضحوا لنا الأصل الذي يفرق فيه بين الوكيل والموزون خاصة، وأن هناك أصنافا تباع وكيلة في بلد في الفقهاء كما ذكرت لكم يذكرون أنه يرجع إلى عرفها المكة والمدينة في وقت نزول الوحي. أما كان مكيلا أو موزونا في مكة والمدينة فإنه يبقى على كيله أو وزنه إلى آخر الدهر، وإن تغير عرف الناس فيه يرد إلى الأصل وهو العرف الأول. نعم. لا يجوز للإنسان أن يتوظف في البنوك الربوية، لأنه يتعاون معهم على الإثم والعدوان، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا ومكيله وشاهديه وكاتبه. الموظف إما يكون كاتب أو معين على ذلك. ومجالات الوظائف ولله الحمد كثيرة، وطلب الرزق واسع، أبواب الرزق واسعة. نعم، فلا يتوظف في البنك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أخذ فوائد البنوك الربوية بناء على فتوى أحد العلماء، وماذا عن المفتي في ذلك؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أكل الفوائد الربوية، ولو أفتى بها من أفتى ممن يسمون علماء، هم ليسوا علماء لكن يسمون علماء. ما أعرف إن عالم حقيقي أفتى بجواز الفوائد الربوية، قد يكون من أدعياء العلم من أفتى بذلك، لكن هذا لا عبرة بقول. وحتى لو فرضنا أنه عالم متبحر وأفتى فتوى خطأ، لا يجوز لنا أن نعمل بها ولو كان عالما متبحرا. لأن الإمام مالك رحمه الله يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. نعم. لا إله إلا الله. فالمقصود إن ما هو بالعبرة بالفتاوى، العبرة بالدليل. فلا تؤخذ الفتوى إلا إذا كانت مسندة إلى دليل صحيح من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
أما الفتوى بدون دليل فلا تقبل أيا كان مصدرها، لا سيما إذا كان المفتي ممن لم يعرف بالعلم، لم يعرف بالعلم، ليس لهم مكانة بين العلماء، فالأمر في هذا خطير جدا. نعم. لا ما يأخذها، إذا فتحنا الباب فتحنا الباب للربا وكل يقول أنا بتصدق فيها، ثم بعدين يتحسف بها ويقول والله هذه كثيرة ما أنا متصدق بها كلها أباخذ بعضها، ثم بعدين يقول لا أباخذها كلها، ما يفتح الباب، لأن الباب إذا فتح لا نقول هذا حرام ولا يجوز التعامل به. نعم نعم. خلوه يستفيد منها البنك، خلوه هو يستفيد، البنك عليها آثام وعقوبات، ما هي الفوائد هذه، هذه آثام وعقوبات، من يقول إن هذه فوائد؟ خليه يكثر الربا، خليه يتحمل، خليه يشيل. نعم. تخفف عنه أنت، يعني تبي تشيل عنه بعض الشيء. لا حتى ما نساعد يا شيخ. أي يعني تشيلون معه ما أنتم مساعدين، هذه هي المساعدة، إذا شلتوا معه هذه هي المساعدة. نعم. تترك لا يتصرف فيها، مال حرام، مال حرام لا يتصرف فيه، خذ رأس مالك وخلاص، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. لا تصرف فيها أبدا، إذا فتحنا المجال خذوها أول لدورات المياه ثم يأخذونها لبناء القصور بعد ذلك، ثم لا ما يصلح هذا. نعم. حكمه أن كما ذكرت لكم المسائل المختلف فيها يخطأ من قال بها، لكنه لا يكفر. المهم هذه مختلف فيها، يا مختلف فيها، فهو مخطي على كل حال لكن لا يكفر نظر للخلاف فيها بين أهل العلم. نعم. في فرق بين كون الإنسان يخطي وكونه يكفر. ها؟ أي نعم. هل يجوز التجارة بالعملات مثل بيع بعض العمل إذا زاد سعرها؟ هل يجوز؟ هل يجوز التجارة بالعملات مثل بيع بعض العمل إذا زاد سعرها ثم يشتريها إذا قلت قيمتها؟ لا بأس إن الإنسان يشتري عملات ويدخرها، فإذا ارتفع سعرها يبيعها صرفا، لكن بعد تقابض، تقابض حين اشتراها والتقابض حين باعها، لا بأس بذلك. إذا اختلف الجنس، عملات يبيعها بغير جنسها، عملات مثلا لبنانية، عملات من جنس آخر يشتريها بريالات سعودية ثم يبقيها عنده، إذا ارتفعت يبيعها بعملة أخرى من غير جنسها، لا بأس بذلك، لكن مع التقابض في شرائها وفي بيعها. نعم. سهل التعامل مع البنك، انك تشتري العمله التي في بلدك تشتريها من هنا، تشتريها من هنا وتحولها، تحولها مع البنك، يحولها لك، يستلمها اخوك من هناك، هذا المخرج. اما انك تسلم الدراهم هنا ويستلم اخوك العمله البديله من هناك، هذا لا يجوز، لان هذا ربا نسيئه. نعم. ها؟ قد يكون المبلغ مبلغ بلد، ما اظن، لا ما كل النقود الدوليه كلها موجوده هنا في البنوك، كلها موجوده في المصارف، يحضرونها لك، اذا ما وجدتها في هذا البنك او في هذا المصرف تجدها في المصرف الثاني. نعم. نعم. رجل كان بيعمل في بنك وطرقه ان شاء الله للبنك، وعند طرقه للبنك يعطوا له مبلغ من المال قبل انهاء خدمه زي ما عاد شرط، لكن مبلغ واحد نظير الفتره اللي عملها في البنك، حكم المبلغ كويس؟ حكم المبلغ انه يتصدق به، يخرجه عن ماله يتصدق به، يعني يضع في مشاريع او يعطيه محتاجين يتخلص منه. نعم. يسلم الفلوس، هو يسلم الريالات السعودية للبنك ويستلم بديلها من الفلوس اللي يريد تحويلها، يستلم بديلها ثم يحولها. اي نعم. شوف الاسهم اللي كان الاصل فيها انها صناعية، اي داخلها بعض الربا عن طريق الايداع،
ما هي مشكلة مسألة الأسهم في الشركات اللي أصلها صناعية أو إنتاجية ثم دخلها الربا بسبب الإيداع التي الأموال التي تودعها عند البنوك تأخذ عليها فوائد، هذه أصبحت مشكلة الآن، أصبحت مشكلة. فالإنسان ما فيه مخرج قريب والله أعلم إلا أنه يبيعها ويأخذ رأس ماله والباقي يضعه في مشروع يتخلص منها به، لأنه مال لا يحل له، الزيادة لا تحل له. نعم، أما رأس ماله يأخذ هذا رأس ماله. نعم نعم، والأسهم هذه عبارة عن نقود ولا عبارة عن ممتلكات؟ إنتاجية. إذا كانت إنتاجية لا بأس، لأنه يبيع نصيبه من الشركة، يبيع نصيبه من الشركة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص عرض بضاعة على شخص آخر وهي ليست عنده ولم تدخل حوزته، ولكن قال له يوجد لدى فلان بضاعة أشتريها لك وتأخذها بأقساط بسعر كذا، هذا يجوز ذلك؟ هذه بلية واقعة الآن، إنهم يجونهم العملاء اللي يريدون يشترون سيارات أو فلل أو أراضي ويقولون لهم روح شف اللي أنت تبي عند الناس ويتعلمنا، ثم يروحون يشترونه ويسلمونه له، يسلمون قيمته ويستردونها من المستدين أقساطا، هذا لا يجوز، لأنهم حين العقد لا يملكون هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، لأن هذا الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني ويسألني البيع ليس عندي، حكيم بن حزام رضي الله عنه قال إن الرجل يأتيني ويسألني البيع ليس عندي ثم أمضي وأشتريه من السوق وأبيعه له، قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فإذا كانت السلع موجودة عند التاجر أو عند المحل موجودة ثم باعها على المستدين بثمن مؤجل أو أقساط لا بأس، أما إذا لم تكن عنده وإنما يروح يشتريها عقب ما يتفاوض مع الشخص أو ربما يعقد ويأخذ عربون، بلغنا أنهم يأخذون عربون يخافون يهون، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا بيع ما لا يملك. نعم. ها؟ يقولون كذا لكن ما هو صحيح، يقولون كذا لكن ما هو صحيح، يسجلون اسمه ويسجلون تابعيته ويسجلون حفيظته ويضبطونه يحكمونه بحيث ما يحصل ويتخلص منهم. هذا كذب، قولوا إن ما نلزمه ولا وله الخيار، يسبون ما هو صحيح. هذا كلام فاضي، الآمر بالشراء والوعد بالشراء هذا كله كلام فاضي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، إذا كانت السلع موجودة عند التجار لا بأس أن يبيعوها حالا أو مؤجلا، أما إذا لم تكن عندهم فلا يجوز هذا. وكونهم يقولون حنا ما نلزم هنا كذا، لا هذا ما هو صحيح، لو كانوا يعلمون أنه ما مشتري ما راحوا يتعبون أنفسهم. نعم، لكنهم توثقين أنهم مقيدين وضابطينه. أي نعم. نعم. ما هو صحيح، ما في خيار، ما في حدسي هذا. نعم، لو في خيار ما راحوا يشترون. في بعضهم يستثمر أبدا، نتركهم عنك، بس لو كان مرة أو واحد ما البقية ما هو صحيح. بل وجدنا واستحلفت واحد بالله وحلف إنه قال لي رح وشره أنت وأنا أسلم الثمن وأسترده منك بزيادة، هذا ربا صريح، هذا قرض بفائدة. نعم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يأخذ بضاعة معينة من صاحب تمويلات. نعم. شخص يأخذ بضاعة معينة من صاحب تمويلات بسعر معين، فعرض عليه شخص آخر نفس البضاعة بسعر أقل، مع علم صاحب العرض أن الشخص الأول يأخذ تلك البضاعة بثمن أكثر من العرض الذي قدمه، فهل يصح ذلك؟ هذا فيه تفصيل، إن كان المشتري تفاوض مع صاحب المحل وأراد أن يشتري منه
وجاء واحد وقال له لا تشري أنا أبيع عليك أرخص، هذا بيع على بيع أخيه لا يجوز. أما إذا كان المشتري ما بعد تفاوض يدور يدور النازل، يدور على التجار أو على المحلات يدور النازل، فلا بس إني قلت تعال أنا عندي أنزل أنزل مما في السوق أخال، لأنه ما تم وعد ولا تم بيع وشراء وشراء، ولا يكون هذا من البيع على بيع أخيه، وإن هذا من عمل المناقصة. نعم. الحاصل أنه إذا حصل مفاوضة بينه وبين صاحب محل ولا بقي إلا التسليم، ثم قال له واحد إن أنا أبيع عليك أرخص، هذا بيعه على بيع أخيه لا يجوز. أما إذا ما تم شيء والرجل المشتري لا يزال يبحث عن الأنقص في السعر فالمساومة مفتوحة لا بأس. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تلقي سماسرة لأصحاب السيارات المقيمين في البلد عند خروجهم لبيع سيارات في المزاد، وهم يطلبون إما شراء سيارة أو أن يكونوا لهم سماسرة بحجون على سيارة بهم مقابل نسبة من قيمة السيارة؟ إذا كان أصحاب السيارات من أهل البلد فلا بأس، أما إذا كان أصحاب السيارات من غير أهل البلد قادمين لبيع سياراتهم فهذا هو تلقي الركبان تلقي الجلب لا يجوز. نعم. السمسرة والعمولة راجع للعرف، عرف الناس. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لعن إنسان آخر نتيجة لخطأ أحدثه الآخر فهل يطرد أحدهما من رحمة الله؟ أرجو توضيح لا يجوز اللعن، لا يجوز اللعن إلا من لعنه الله أو لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيرهم ولو كان مذنبا وعاصيا لا يجوز لعنه، لا يجوز لعنه، المسلم ينزه لسانه عن اللعن، فهذه مسألة خطيرة، لأن الإنسان إذا تلفظ باللعنة فإنه تلفظ بكلمة خطيرة تذهب إلى من قيلت فيه، فإن كان أهلا لها وإلا رجعت على قائلها. نعم. فصار هو الملعون، صار قائلها هو الملعون. الله، هلا مسألة خطيرة جدا. نعم. نعم، عند الإمام أحمد إذا اشترى أو سلم عربون ثم تنازل عن الشراء أو تراجع فللبائع أنه يأخذ العربون، هذا عمله عمر رضي الله عنه وعمله أخذ به الإمام أحمد، بيع العربون جائز وهو حلال للبائع إذا صاحب إذا المشتري تراجع عن الشراء لأنه فوت عليه الزبائن وقد يكون حبس السلعة أيضا. نعم. رفض إيش؟ لا، إذا كان الرفض من البائع فليس له عربون، ليس له عربون. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال بعض الأدوية والأقاطير التي تلعن الشعر؟ إذا لم يكن فيها شيء محذور من المواد المحرمة لا بأس، مجرد ينعم الشعر وهو ليس فيه شيء من المواد المحرمة كشحم الخنزير أو الأشياء المشتقات المحرمة لا بأس، إلا أن الرجل لا يستعمل هذا الشيء، لأن الرجل مطلوب منه الخشونة ليس مطلوب منه التنعم والترف والرقة، الرجل مطلوب منه القوة والخشونة مع النظافة، خشونة مع النظافة، أما المرأة لا بأس في ذلك. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استخدام الأطوار التي تباع في الأسواق عند العقارين بجميع أنواعها منها الفخاخات وغيرها، حيث أنني على أبواب الزواج وأود شراءها واستخدامها؟ لا بأس، الأصل في الأطياب الإباحة والحل، الحمد لله، إلا ما عرف أنه يسكر، الذي عرف أنه يسكر منها هو حرام لا يجوز شراؤه، وأما الذي لا يسكر فالأصل في الأطياب الحل والإباحة الحمد لله. نعم. إذا أقيمت الصلاة يستعد للدخول في الصلاة، مع أنه ليس هناك دعاء مؤقت في هذه الحالة فلا يستمر في الدعاء، وإنما يتهيأ للصلاة ويقوم للصلاة، بعضهم يجلس يدعو وتفوت تكبيرة الإحرام أو يفوته القيام مع الإمام واستماع قراءة الفاتحة واستماع القرآن
ولا يحتسب إلا الركوع، يقول لا أجل الركوع أقوم وأكون، هذا غلط. يقوم ويدخل مع الإمام من أول الصلاة ويشارك مع الإمام، هذا أفضل من جلوسه يدعو. نعم نعم. إلا الإقامة أذان، يكون يتابع المقيم ويقول مثل ألفاظه، هذا أفضل من الدعاء. لا ما لا ما ورد هذا. سئل الإمام أحمد بعد الإقامة تقول شيئا؟ قال لا، إن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي لا أدرك الركوع ما تبطل، لكن يكون فاته ثواب عظيم، لا ما تبطل. ما دام أدرك الركوع، أدرك الركوع فلا تبطل صلاته. نعم. شو اللي فاته؟ لو تعمد شيء. الفاتحة المأموم ما عليه قراءة فاتحة، تكفي قراءة الإمام. نعم. لو موجود في المسجد وتعمد يعني. إذا أدرك الركوع ما فالركوع أدرك الركعة، أدرك الركعة، لكن يكون فاته الدخول مع الإمام، وفاته تكبيرة الإحرام، وفاته استماع قراءة القرآن، والله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فاتوا خيرات كثيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح ما يسأل من ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أنه قال إن أفضل العمرة في الأشهر الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر فيهن، والله لا يجد نبيه إلا على الأفضل، وأما عن حديث عمرة في رمضان فهذه حجة معي إنما هي خاصة لإحدى الصحابيات فقط وليست لسائر الأمة، نعم هذا صحيح، موجود في زاد المعاد ابن القيم، موجود في زاد المعاد معنى هذا الكلام تماما، موجود في زاد المعاد، وأصله لشيخ الإسلام بن تيمية بالفتاوى، يقولون الأفضل عمل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعتمر في رمضان وإنما اعتمر الأشهر الحرم، كل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهي في ذي القعدة، إلا عمرة الجعرانة كانت في شوال لما كان قادما من هوازن من حرب حنين، قادما من حنين، ولا شك أن الله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. والحديث عمرة في رمضان هذا إنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة فاتها الحج وهي قضية عين، قضية عين، فهم يرون أنها خاصة بهذه المرأة. نعم. وإن كان كثير من الشباب ما يرضون بالجواب هذا. ها؟ الله أعلم. نعم. هم قالوا هذا، الله أعلم. أنا أوجه لكم كلامهم، وهم أحبار وأئمة يعني عندهم فهم. نعم. رأي فضيلة الشيخ. نعم. هل يعتد خلاف الظاهرية؟ يعني خلاف الظاهرية هل يعتبر إجماع؟ لا، ما يعتبر إجماع. نعم. الظاهرية طائفة كبيرة من العلماء، إذا خاله ما يعتبر الإجماع، لكن يعتبر قول الجمهور. نعم. رأي فضيلة الشيخ. لكن لو خالف واحد من الظاهرية، واحد فقط، فهذا لا يعتد به. نعم. رأي فضيلة في عمرة رمضان. رأي فضيلة في عمرة رمضان. جيدة، طيبة، عمرة رمضان طيبة، لكن إذا كان في عمل أفضل منها مثل كونه إمام مسجد ويقوم بإمامة المسجد، هذا أفضل من العمر. كونه مثلا يربي أولاده ويجلس عندهم ويحفظهم من الضياع، هذا أفضل من العمرة. كونه يعتكف يحيي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتكف في المسجد، هذا أفضل من العمرة. نعم، فيها أعمال كثيرة أفضل من العمرة. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.